صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم رح نكون عم نكمل النصايح اللي بتساعدنا انه نحن نتمرن بطريقة صحيحة، سواء كنا عم نتمرن بالبيت او بالجيم. كثير من الاوقات بنعيد نفس التمرين لوقت كثير طويل بدون اي تعديل، واكيد هذا الشيء ما رح يكون عم يعطينا نتيجة اللي نحن حابين نوصل لها. عشان هيك بنصحكم دائما تكونوا عم بتعدلوا بقوة التمرين اللي عم تشتغلوه، بعد 6 أسابيع على الأقل تفكروا بتعديل، شو معقول نعدل ببرنامجنا أو بالتمرين اللي عم نشتغله. اليوم رح كون عم بشتغل أنا وياكم تمرين البلانكس، وأعطيكم هيك مثل إكزامبل إذا بدكم أو مثل كيف معقول نعدل التمرين اللي نحن عم نمرنه ونصعبه شوي شوي بكل مرحلة. كتير مهم لناخد نتيجة انه نصعب التمارين. تذكروا كتير منيح، هيدي واحدة من الاخطاء اللي معقول تكونوا عم تعملوها، عم يتعود جسمكم لوقت كتير اطول من ما لازم عم تعملوا نفس التمارين وتعدوها بدون اي تعديل. رح كون عم بشتغل البلانكس اكسرسايز، رح انزل على المات، واكيد هذا التمرين بفيد كل عضلات الجسم، يعني بنكون عم نشتغل على معدتنا، عم نشتغل على ظهرنا، على الجلوتس، على التشست، كل الجسم عم يشتغل بهذا التمرين. رح اشتغل فارييشن هينه من البلانكس اللي هي بهالشكل، ايدي عالين، ورح كون عم سهل هيدا الاكسرسايز، حارتاح لما اتعب بهالشكل، رح ارجع انزل بوضعيه البلانكس اللي هي لازم الجسم يكون خط واحد، الاجر مع الايد، عم حاول قد ما في اعمل بلفيك ان، يعني الحوض رح يكون بهالشكل على نفس خط مستوى الكتف. هون باكسرسايز البلانكس بدي حاول قد ما فيني ضاين، ولما اتعب باول فارييشن او اذا بدكم باول اكسرسايز عم بلش عود حالي انه انا اشتغل هذا الاكسرسايز، فيني ريح بهالشكل انه انا علي الورك، حط ايدي بهالطريقه مشدودين، كون عم حضر حالي لتمرين اصعب مع الوقت. كمان برجع بشتغل قد ما بقدر اتحمل وقت، 30 ثانية، 20 ثانية، يمكن 10 ثواني، وبس اتعب برجع بريح وباخد هيدا الوضع. Again, one more time. ايدي مشدودين، جسمي على طول فكر فيه انه يكون خط واحد، ما عم بطلع طلوع، ما عم بنزل على الاخر، المعدة مشدودة، وبريح بهالشكل. هيك كون بلشت بلانك اكسرسايز بفارييشن كتير هينه، يعني اذا بدكم هيدا التمرين اللي بقدر بلش البلانكس فيه باول 3 أسابيع او 4 أسابيع اذا كان جسمي مش معود يعمل هيدا الاكسرسايز. رح نصعب التمرين اكثر، وهون رح نشتغل بثالث اسبوع اذا بدكم رح نشتغل هيدا التمرين بهالشكل. رح كون ما عم هون على حالي ابدا وما عم غير وضعيه جسمي، حكون عم حاول داين قد ما بقدر، 30 ثانيه 40 ثانيه او دقيقه، بحاول قد ما فيني ثبت جسمي بهيدي الوضعيه. نشتغل هذا الاكسرسايز 3 سيتس، نتحدى حالنا بالوقت، منجرب قد ما فينا، نحاول نحط تايمر ونعلي الوقت كمان اللي عم نداين فيه. أكيد كل ما يمرق أسبوع أكثر حنكون عم بساعدنا أنه جسمنا أنه نحن نزيد الوقت بهذا الاكسرسايز. رح كون عم بشتغل فارييشن أصعب من البلانكس بتاني سيت أو بتاني اكسرسايز. رح أنزل على كواعي بهالشكل، رح حاول قد ما فيني أنه أنا أكون ستريت لاين وركز أنه جسمي يكون خط واحد، بحاول داين قد ما بقدر، 30 ثانية 40 ثانية، تحدي بالوقت أكيد هيدا الشيء بطورنا. بريح، فيني أشتغل هيدا الإكسرسايز إذا أنا كنت أدفانس 3 سيتس، وكل سات فيني كمان أتحدى حالي بالوقت. كمان فيني أطور هيدا الإكسرسايز أكثر، بكون عم بتحدى حالي بشتغل هاي أند لو بلانكس بهالشكل. رح كون عم حعلي ايدي هيك بهالشكل، حارجع انزلهم، بعمل alternating، بعمل هولد شوي، برجع بطلع ستريت بهالشكل. كمان تحت داين قد ما فيني، بطلع لفوق، كمان داين شوي، برجع بنزل، بطلع
وبريح. فينا ارتاح 10 ثواني هلا رح انتقل انا وياكم لصعب هيدا الاكسرسايز. فيكم تكونوا عم تتمرنوا هيدا الساتس ورا بعضها معي اليوم تستفيدوا من هيدا النصايح. رح نشتغل كمان بلانكس بهالشكل. رح حاول علق اجري واعمل هولد. صعبنا الاكسرسايز. بعلي الاجر الثانيه بعمل هولد. ريح شوي. بعيدها مره ثانيه. كمان فينا نشتغل اكسرسايز اصعب. فينا نكون عم نعلي الايد ونعلي الاجر بنفس الوقت ونريح. اكيد نعلي الاجر نعلي الايد ونريح. هيك بنكون عم نصعب الاكسرسايز. فينا ان بتوين نكون عم نريح حالنا او نعلي بس ايدينا. نعمل تاب بايدينا بهالشكل. كمان عم نصعب الاكسرسايز اكثر. فينا نكون عم نعمل تاب باجرينا. شفتوا كل الفاريشن للبلانكس او اذا بدكم كذا اكزامبل كذا نوع من اكسرسايز البلانكس. وهيدي طريقه من الطرق اللي نحن فينا نطور حالنا نحن عم نشتغل تمارين البلانكس او تمارين اللي هي بتحرك الجسم كله وبالاخص بتحرك عضله المعده. هيك بنكون خلصنا السيشن لليوم. انا بتمنى لكم نهار حلو. كونوا اكتف قد ما فيكم وبشوفكم بكره.